خرج من تونس مشى لتركيا، من تركيا مشى لليونان، في اليونان يصير له اكسيدون، صار لك حادث في اليونان. صحيح. حابك تكمل تحكي الباقي وحدك. صار لي اكسيدون نجم تقول مورتال. بالحق والله. تضربت في ساقي الزوز. حاسين ومشيت هكا ما تلهوش بيا بالكدا، فاسمه ودرسوا شويه دواء وكل شيء. ورجعت قعدت نخدم. فهمت؟ ما تلهوش بيا بالكدا، مشيت بعد تعبت ما عاد ما عادش نجم نمشي جمله. فهمت؟ مشيت للطبيب يوناني في اليونان، مشيت غزر لي واحد قال لي باش نقول لك حاجه. قلت له تفضل. قال لي ساقيك يلزمهم يتقصوا الزوز. ما نعرفش انا هذا طبيب ولا ززار، مانيش فاهم انا. فهمني؟ قلت له في اليونان. قلت له كيفاش؟ قال لي صدقوني نقص البي ونروح هبط لتونس لابس شلاكه، خاطر ما عادش نجم لا نلبس لا صباط لا حتى شيء، ونداوي في تونس وندخل السبيطار ونرقد في السبيطار، والحمد لله تو لاباس علي. ونحب نشكر ساعه قبل كل شيء السبيطار اللي مشيت فيه، في السبيطار نتاع نابل، الكلهم نحب نشكرهم الكل فريمون من الطب. ناس فريمون يعطيهم الصحه بالحق فريمون. كيفاش تلهوا بالعبد، كيفاش كذا وكيفاش، ونظافه ودنيا، والله العظيم صدقوني من قلبي نقول فيها، والله نحب نشكرهم من قلبي والله.